كلاعب بديل. الكرة تصل إلى جهة اليسار، تمريرة سريعة إلى الأمام. لا زالت مباراتين، مباراة من أمام الفتح ومباراة من أمام الوحدة. تعادل في ثلاث من أمام الاتفاق وأبها، وتلقى الماضية، ولكن هنا تمريرة كانت حاضرة في اللعبة الماضية من عبد الله سلطان، وبعد ذلك الكرة بتصل إلى جهة اليسرى. سريعة جدا إلى جهة اليمين، فرصة وانتظار، لكن الكرة الماضية باستعادة إلى عبد الرحمن. لمسة إلى جهة اليسار، تمريرة، استلام الكرة بتمريرة وصلت في تمريرة في هذه اللحظات. تدخل وبطاقة صفراء قادمة في على عبد الله أمان يبدو لي. عادت وبعد ذلك ضغط على حمل الكرة الآن من أمام العلائلي. العلائلي يمرر تمريرة إلى جهة اليسار. العلائلي والتمريرة فعادت إلى الجهة اليمنى. كرة بتصل إلى الجهة اليسرى العرضية الحاضرة، مرت وإلى ركلة وطنية منتخبنا السعودي الفئات السنية. كرة بتصل إلى الجهة اليسرى سريعة، لا زالت الفرصة من ثامر. كرة الماضية واللقطة الماضية، كل يتابع في هذه اللحظات. تمريرة، تمريرة وكرة وصلت إلى جهة اليسار، وبعد ذلك فيها راية، فيها راية من أمامي مشعل العلايلي. المعيدي، لمسة إلى جهة اليسار في هذه الدقائق. العودة إلى القلب، سلطان الحياني، خروج عبد الرحمن، عبد الرحمن هندي، و وبعد ذلك كرة إلى جهة اليسار. الآن تقدم في هذه الدقائق وفي هذه اللحظات إلى ماجد، إلى هذا اللقاء التعادل الإيجابي 1-1 ما بين الاتفاق والفيحاء في مسابقة هذا الدوري من خلال هذا اللقاء. الكرة بتصل إلى العلائلي، العلائلي هو في هذه الدقائق على اللعب على طريقته، وهنا تمريرة جميلة، أسيست رائع، وكرة لكن عبد العزيز المرضي اللي يمرر كرة بتعود إلى مشعل العلائلي، عرضية في مكان رائع جدا. هذا اللقاء بتعادل إيجابي لأنه يلعب بعشرة لاعبين، ليس لي دقائق قليلة جدا بل أكثر منه سليم. لكن اللقطة الماضية عادت بقدم يسار، البحث من مشعل العلائلي إلى مشعل العلائلي، يبحث في الأصلي انتهى. والآن أحبتي متابعي قنوات السي ومنصة شاهد في اي بي، ندخل إلى الوقت البدل الضايع، 7 دقائق الوقت البدل الضايع. هتان يبدو لي في الكرة الماضية، شاهد الكرة الماضية، تمريرة ونقلة جميلة من الدوسري إلى مشعل العلايلي، من كرة عرضية رأسية من الريان. شاهد، شاهد هنا من قدم يمنى كانت بالمقاس، الكرة إلى مشعل العلايلي في هذه اللحظات. مشعل والعرضية، الكرة الماضية سريعة، لا زالت رأسية في اللقطة الماضية. لمسة سريعة إلى وسط الميدان، الدوسري يسدد كرة عادت إلى العلايلي، والكرة الماضية مرت وإلى ركلة الوراء. شاهد مشعل العلايلي